الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. عزيزي كيف حالك؟ الترجي يفوز على النجم الساحلي 2-0 وابداع غير طبيعي لولد باب سويكا الذهبي محمد علي بن رمضان. لو انت مشجعين الترجي اهلا وسهلا بيك في القناه، ومعلش لازم تشترك في القناه. وشفت المباراه؟ شفت المباراه. استمتعت؟ انا استمتعت بصراحه، رغم ان انا بحس ان كابتن نبيل معلول ما تدورش على الاداء الجميل، بس بصراحه النهارده المباراه الترجي كان مميز جدا. الترجي كان مميز جدا البدايات، تقدر تسجل هدف في اول 10 دقايق في واحد من الدربيات المهمه، وهو ديربي الترجي والنجم الساحلي، وخصوصا يعني النجم الساحلي ماشي كويس السنه دي في الدوري التونسي. فانك تكسب النجم وترجع من الباب الكبير، لازم طبعا يكون في تالق غير طبيعي لنجم الترجي التونسي محمد علي بن رمضان. بص، هو انا من ساعه ما اتكلمت على الترجي التونسي من السنه اللي فاتت ومحمد علي بن رمضان بيقدم مستوى رائع جدا في نص الملعب، وبرده للامانه في حسين كولوبالي، وكان قبليهم غيلان الشعلالي، وبرده صابر بوغرين النهارده كان مميز جدا. صابر بوغرين كان رائع. لما تتكلم على حمدو الهوني كان مميز جدا. انيس البدري بيبدا يجيب فورمه، وبرده دي تحصل لكابتن نبيل معلول، لان كابتن نبيل معلول عنده ثقه غير طبيعيه في انيس البدري. أنيس البدري بيرجع مستوى، وبنتفرج على رياض بن عياد بيحاول. ترجي النهارده كمنظومه كان كويس جدا. ترجي النهارده تقدر تقول عليه ان هو ما كانش فيه كور خطيره كتير على مرمى صدق الدبشي، غير كره واحده في الدقيقه 53 قدر يطلعها صدق الدبشي وتخبط في العارضه، كانت الكوره لفيني بونجونجا، فيني بونجونجا في الست عارضه، لكن صدق الدبشي بيقدر ان هو يتالق وبيقدر ان هو يطلعها منه. وشفنا فرص كتير للاعيبه الترجي، كان بيقف قدامها ايمن البلبولي. يعني البلبولي للامانه يعني 38 سنه بيقدم مستوى محترم جدا في حراسه مرمى. النجم الساحلي البلبولي النهارده انقذ فرقته من هدفين. هو كان فيهم كورتين، يعني كان فيها كره اوف سايد وكره كانت خطيره جدا، بس هو تصدى لها للامانه بامتياز من انيس البدري، علشان خاطر المباراه تفضل معلقه للحظات الحاسمه، اللحظات اللي بتحس فيها ان الترجي هيخش في جون. لا، النجم الساحلي مش قادر يوصل لمرمى صدق الدبشي. لا، الترجي بيضيع. لا، الترجي النهارده ممكن ما يعرفش يسجل الهدف الثاني، لحد ما بيجي رائد الفادع وبيلعب عرضيه جميله جدا لمحمد علي بن رمضان، وبرمضان بيحطها عظمه على عظمه، وان تاتش بينهي بيها المباراه، وبيقول للناس سلام عليكم، ترجي يا دوله، ترجي يا دوله، ترجي يا دوله، بيقولها لك ثلاث مرات يا بيه، عشان محمد علي بن رمضان سجل هدفين، الهدفين اجمل من بعض. الهدف الاول بالنسبه لي تحرك محمد علي بن رمضان في منطقه الجزاء، حاجه عظمه على عظمه. محمد علي بن رمضان طلب الكوره على البعيد، رمضان طلب الكوره على البعيده من انيس البدري، وانيس البدري فعلا لعبها له على البعيده. وكمان لو دورت على الهدف الثاني، واقف على حدود ال 18 بتتلعب له مره واحده، بياخدها وان تاتش حاجه كده. محمد علي بن رمضان وش، محمد علي بن رمضان مبدع. طبعا محمد علي بن رمضان مبدع، محمد علي بن رمضان واحد من نجوم الترجي، طبعا واحد من نجوم الترجي. محمد علي بن رمضان يستاهل يحترف؟ طبعا يستاهل يحترف، بس وجوده في الترجي بالنسبه لجماهير الترجي حاجه ممتعه جدا، انك بتتفرج على لعيب محترم جدا زي محمد علي بن رمضان. حتى كمان لما معتز زيدان نزل للامانه كان كويس، يعني معتز زيدان لما نزل كان كويس. بتتكلم على مرياح، يعني من الاخر مفيش حاجه في الترجي كانت وحشه. الترجي عمل ماتش عظيم، الترجي عمل ماتش عظيم. الترجي رجع عوده قويه، عوده قويه، ورد على كل المشكين، طبعا رد على كل المشككين. ترجي مين يا اسطى اللي كان خايف من النجم الساحلي؟ وترجي مين اللي كان خايف والاتحاديه انقذوا الترجي مين يا اسطى؟ ترجي جاهز لاي في اي وقت، وجاهز في اي مكان، وجاهز في اي ظروف لمؤاخذه. الترجي رغم كل الظروف الماليه اللي هو فيها، بس بيقدر دايما يدوس على اي فرقه في تونس. ليه؟ عشان خاطر الترجي كبيرها حضرتك. الترجي كبير الكره التونسيه، ده كلامنا، وده كلام واحد بيتفرج على الكره التونسيه ومتابع اخبار الكره التونسيه بقاله سنين طويله. لو عجبك بقى الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب، ما عجبكش الفيديو فراغ واحترام عزيزي. وفي الحالتين كده كده راجل مبسوط ان الترجي كسب ومحمد علي بن رمضان نجم الماتش الاول.